حالا عايزه اتكلم معاك على مركز المهاجم. ده مركز حضرتك متالق فيه على مدار سنوات ومواسم، وبالتاكيد لك نظره مختلفه في مهاجمين الفتره دي. تعليقك ايه على وسام ابو علي مع النادي الاهلي؟ تعليقك ايه على انه نادي الزمالك مش موافق مع المهاجمين المتواجدين حاليا، سواء كان نصر منسي، سيف الدين الجزيري بيتالق ولكن على فترات، وكمان سامسون اكينولا. شايف المشهد ازاي داخل نادي الاهلي والزمالك؟ النادي الاهلي وسام لعب في فتره النادي الاهلي فايق، وفي نفس الوقت هو مهاجم اشتغل على نفسه وبيتعب في الملعب جامد جدا. فطبعا توفق النهارده الملعب تحت امام واللعيبه الكبيره دي، وهو كمان في حالتهم الفنيه في احسن حاجه. انا كمهاجم لما بلعب الثلاثه اللي تحتي في احسن حالاتهم انا ببقى مرتاح، لان هيجيلي فرص هقدر اجيب، بس اهم حاجه كنا مركز. لكن في نادي الزمالك تحس ان في مهما لو لعبت مين مش هيبقى احسن حاجه، لان تحتك مش فايق. يعني النهارده بتتكلم مع عبد الله السعيد شويه، لما جه لو مش موجود موجود هتجيلي. بس جوزيه جوماز معتمد عليه مركز 8 تماما، صعبة جدا. وحتى الموسم القادم هو على قناعه تامه انه عبد الله السعيد مش هيكون متواجد في الثلاثه الاماميه. عبد الله احسن فتراته في نادي الزمالك لما زيزو اتصاب وعبد الله لعب في مكانه قدام. عبد الله جاب كام جون وعمل كام اسيست، رقم محترم. لما زيزو اتصاب ولعب في الحته بتاعته. لكن وناصر ماهر برضو راجل لعب شويه اتصاب شويه، وفين الباكات اللي بتلعب؟ عشان انا كمهاجم مين اللي بيدعمني؟ فما اقدرش اظلم المهاجم. وحمدي طبعا ربنا يشفيه برضه من اللعيبه كانوا الجايبين. لكن النهارده لما كان حمدي موجود وناصر ماهر موجود وعبد الله موجود، وكان سيف الجزيري كان مهاجم حاجه كان في الطب بتاعه. لكن لما الناس دي قلت، هو اكيد هو الدعم لما بيجي لك من المهاجم من الناس اللي تحته اكيد انا ببقى احسن حاجه اكيد. لكن وسام كان الناس كلها اللي تحته في الفتره دي كلها فايقه.